عايز اخد منكم تعليق بخصوص ما يحدث في جزئية صلاح وحسام حسن محافظ الالقاب للاثنين نجوم كبار جدا. وتصريحات الاتحاد المصري لكرة القدم النهارده كان في تصريحات من الدكتور ايهاب الكومي عضو الاتحاد، وقال لك يا كابتن وائل، قال لك تصريح خطير جدا. قال لك الجهاز الفني لقيادة الكابتن حسام حسن فشل في التواصل مع محمد صلاح، وان اللي بيتواصل مع محمد صلاح هو فقط الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. تعليقك ايه؟ ايه تضحك ليه؟ تضحك لا على ان يعني التصريح اتقال ولا مستغرب الموقف؟ من الاثنين، الاثنين. يعني انت النهارده مدير فني منتخب مش عارف يتواصل مع لعيب ايا كان، لا ده مش حلو حتى في حق الاتحاد ولا حلو في حق الجهاز، تمام. خد بالك. هل ده معناه ان في مشكلة؟ ممكن، لا، ما ممكن ولا التصريحات بتبين كده؟ ما بص، ما احنا برضو مش عارفين ايه طريقة التواصل، يعني هو ما عرفش يتواصل معاه ازاي، انا برضو مش الكابتن فاهمها. ابراهيم او كابتن حسام مثلا بيكلموا ما بيردش. معاهوش ارقامهم مثلا طب ما حدش ارقامهم في ممكن رسائل، يعني ممكن ما في حدش رسائل اتصل، هتقول له انا ما فلان حدش كان واحد اتصل. بيخدعني مش هو. لا ازاي يعني، ازاي؟ طيب انا هل بتوهك بقى وخلاص. الكوره اتحاد الكوره ما تجيش تسالني. ما يعرفش يتواصل مع محمد صلاح؟ اتحاد الكوره ما يعرفش يتواصل مع محمد صلاح؟ اتحاد الكوره ما يعرفش يتواصل مع محمد صلاح؟ يقول له واضح مثلا كابتن حسام واضح حسن تصريحات بيكلمك. الاتحاد كده، لا قال لك احنا مش عارفين نتواصل محمد صلاح. انت متخيل؟ انت شايف خطورة التصريح عاملة ازاي؟ طبعا انا خطير بشوف جدا، وجهة نظري بمنتهى الوضوح والصراحة، ده التصريح ده، التصريح ده بيساوي ان ازمة، في ازمة، أزمة. عشان ما نقعدش نجمل الكلام. لا طب واضح ان في ازمة في ما العلاقة. أنا قلت لك، قلت لك بالوضع ده وبقت بشكل أكيد في معلن خلاص، مشكلة. ده الاتحاد اللي بيقول. ما أنا بقول لك، بص يعني عايز أقول لك على حاجة، مهما كان يعني أنا بحب محمد صلاح جدا طبعا وهو قيمة كبيرة جدا، طبعا لكن إن أنت يعني ده برضه منتخب مصر، طبعا اكيد. فلو انت مش يعني مش عايز تيجي منتخب مصر، او ممكن ما يكونش الموضوع ليه علاقه بمنتخب مصر عادي، ما ليه علاقه بالجهاز الفني بقياده حسام لا ابراهيم. معلش مع احترامي هرجع اقول لك تاني، ايا كان انت لعيب وانا مدرب، فخلاص ما فيهاش، حتى لو انت مش راضي عن الاختيار ده. حتى لو انت مش كابتن راضي شريف. يعني انت مش انت مش انت اللي هتحكم المنظومة، معلش مع احترام محمد صلاح قيمة كبيرة جدا عشان الناس بتفهم الكلام غلط، مفهوم، ماشي. لكن ان انت انت اللي هتشغل المنظومة. سيبه هو يكمل، سيبه هو لا مش هو حابب، مش حابب تعلق، مش لا حابب. لا لا خلاص، اصل انا بقول لا انا كلام هتكلم عادي مفيش قول. مشكلة، خلاص اتفضل. خلاص مفيش. بص، مصر عندنا في المقام الاول والاخر، تمام. خلاص منتخب مصر هو رقم واحد عندنا كلنا، اكيد خلاص اكيد. الاتحاد المصري هو بيمثل مصر، فاحتراما لازم يبقى في تواصل محترم بين الطرفين. ماشي. طيب احنا حصل خلافات وحصل وحصل، خلينا نتفق ان محمد صلاح في قمه زعله لانه وغضبه، لان الناس كلها انهالت عليه كلها بلا استثناء عشان خاطر موضوع الاصابه، والراجل لغايه دلوقتي مصاب، دي حقيقة. نزل 10 دقايق، نزل 45 دقيقه في ماتش اتصاب، فهو على فكره الموضوع الاصابه ده نفسي اكيد مؤذي، اكيد. فانا مبقاش ليا نفسي اكلم حد وانا مصاب، لكن العلاقة متوترة؟ اكيد متوتره ما مش لا، هقول انا بتكلم على الجهاز الفني الجديد مع محمد صلاح. اكيد طبعا، هو شاف متوتر. النقد والراجل وقال في تصريحاته ان هو وصل له معلومات ان وعارف مين الناس اللي اتكلمت عليه، مش قال كده؟ قال كده الوكيل بتاعه اللي قال كده. ايوه بس دي يا شريف ملهاش علاقه، حتى لو اتكلم عليه وانتقده فنيا او موضوع الاصابه، فانت النهارده خلاص ده بقى المدير الفني بتاعك. طب حتى لو الكلام ده حقيقه يا كابتن، هل كان من الافضل ان ما حدش من اتحاد الكوره يطلع يصرح بيه صراحه كده، ولا كنت بتشوف طبعا يعني هل كان من الافضل ان ما حدش من اتحاد الكوره يطلع يصرح بيه صراحه كده، ولا كنت بتشوف طبعا يعني التصريح غير موافق من طبعا. وجهه نظرك؟ انا هو هل رايي ما التصريح كانش ده يتواصل حقيقي معاه. ولا مش حقيقي؟ حقيقي 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 ولا مش هو حقيقي؟ هو فعلا، فعلا ما عرفش يتواصل معاه ولا خلي يعني؟ بالك بص يا امير، معلش، على اصل فكره انا مش والله كل حاجه صدقني، اسمعها اصل صدقها صلاح ده برضه. من ناس كتيره جدا بتحاول تتواصل معاه عشان تبقى عارف، فانا اعتقد ان ما حدش عارف يوصل له. انا مش عايز اقول لك لما يعني تمام. انا برضو يعني كل التصريح، هل اي احنا تصريح كلنا يتقال؟ بنجزم حاجه ما بس هو ده انا تصريح اتقال، ده اتقال، ايوه اتقال تصريح، هوا. تصريح اتقال هوا، انا معاك. بس هل التصريح التواصل ده يوصل هو فعلا؟ فعلا حقيقي؟ يعني طب انت ممكن يكون انت ما التصريح عرفتش، اتقال من مسؤول في الاتحاد، انت ما بس هو عرفتش، بيقول طب حاجه هو غلط. قال طريقه ان فهمت. هو ما عرفش يتواصل ازاي؟ هل هو كلمه ما ردش، بعت له واتساب ما ردش، حد من الاتحاد كلمه ما ردش؟ ما احنا مش عارفين برضو يعني. قال بص لك الجهاز الفني اصل بقياده الكابتن حسام كل حسن واحد، فشل في التواصل مع محمد صلاح، هو بص ده يا امير التصريح. كل واحد معلش ممكن عايز يجيب الامور على الغير، فيقوم قال تصريح يخلي الناس مثلا فهمتك. تتضايق من مين؟ من محمد صلاح، عشان كده انا دايما بقول لك ايه، ده لو حصل هو حصل، طب لا ما تمام ينفعش. بس انا بكلمك
ممكن يكون في حاجه تانية، نوايا تانية. بص شريف ضحك ازاي، نوايا من ناحيه مين؟ عايزين نجيب مثلا يعني عايزين نجيب الغلط على محمد صلاح. بس احنا برضو الناس كلها جابت الغلط على محمد ممكن صلاح. ممكن تكون قريتها كده ماشي. بص ناس كتيره جابت الغلط على محمد صلاح في موضوع الاصابه. واحنا هنا احنا انا وشريف وانت اللي قلنا ايه، احنا ما نعرفش هي اصابه جسيمه ولا لا، هتبان. ما رضيناش نقول حتى لكن رأينا. اقرنا باصابته بس لازم اقرنا باصابته بس لازم تقول ان انا حللتها صح اللي هي الاصابه. شفت لك العضلات الصغيره والاليات الصغيره بس نزل ما احنا قلنا قد كده ما احنا قلنا بس خد بالك هو نزل برضه في الفتره اللي احنا قلنا عليها خلاص برضه يعني. 15 واتكلمنا ان هي لو اصابه جسيمه ده كلام مهم.